سريعا لزميلنا العزيز امير هشام ورساله من كواليس بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. يا امير صباح الخير والفل عليك في البدايه، بنصبح عليك انا وكريم، صباح الخير. صباح الفل عليك يا نهاوند، وصباح الفل على كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طيب بص بقى يا امير، احنا طبعا اول حلقه من بعد ما الفريق سافر يوم الجمعه وصلوا بالسلامه والاحتفال طبعا الرائع اللي كل الناس شافته، بس دي اول حلقه بقى، فاحنا عايزين نعرف منك كل الكواليس من ساعه الوصول لحد هذه اللحظه، ده بدايه، وبعد كده طبعا عايزه اروح معاك ونطمن على وليد سليمان، محمد هاني، يعني عايزين نعيش معاك الكواليس اكتر، اتفضل يا امير. طيب خليني اقول لك ان الكواليس هنا كلها في الدوحه كلها ايجابيه في الحقيقه، بدايه من وصول البعثه يوم الجمعه بالليل، وكان استقبال اكثر من رائع من جماهير النادي الاهلي هنا في الدوحه، وعددهم كان كبير جدا في الحقيقه، وكان عدد يعني وافر في مطار الدوحه، واستقبلوا الفريق احسن استقبال وتشجيع وهتافات كبيره جدا، سواء الكابتن محمود الخطيب، كمان لمؤمن زكريا نجم النادي الاهلي اللي بنتمنى له الشفاء العاجل، كمان هتافات لبطل افريقيا النادي الاهلي، وده اللي دفع اللاعبين ان هم ينزلوا من الاتوبيس الخاص بيهم عشان يحيوا جمهور النادي الاهلي اللي كان عنده شغف كبير جدا جدا لرؤيه لاعبيه ورؤيه الجهاز الفني ورؤيه البعثه بالكامل، وده كان امر ايجابي وانعكس بالشكل الجيد جدا بالنسبه للبعثه ككل، وتحديدا بالنسبه للفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، واللي هو خلاص بيستعد لأولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية أمام الدحيل القطري. بعدها طبعا دخلنا في يعني فقاعة طبية، وده بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة تحديدا على البعثة وعلى كل الفرق اللي هتشارك في البطولة دي طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم المنوط بتنظيم بطولة كأس العالم للأندية. فبالتالي وصلنا كل لاعب داخل الغرفة الخاصة به بعد ما كان في مسحة طبعا في البداية في المطار أول ما وصلنا، نتيجة المسحة طلعت تاني يوم الصبح الحمد لله كعناصر جهاز فني ولاعبين كلهم بصحة جيدة، ونتيجة المسحة طلعت سلبية فيما عدا طبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، واللي نتيجة مسحته طلعت إيجابية وهيكون ليه مسحة لاحقا بإذن الله تعالى، نتمنى له أيضا الشفاء العاجل. لكن في كل الأحوال الالتزام هو سمة النادي الأهلي وسمة البعثة ككل، خصوصا أن الإجراءات مشددة، سواء يا نهاوند ويا كريم، سواء من داخل مقر إقامة النادي الأهلي اللي ما ينفعش، ودي نقطة مهمة جدا جدا لازم أركز عليها، ما ينفعش إطلاقا أي فرد من خارج الفندق يدخل الفندق او اللي داخل الفندق يخرج خارج الفندق، يعني الموضوع مشدد جدا، مش مسموح اطلاقا ان اي حد يجي حتى يزور اللاعبين يزور الفريق، ده امر مش مسموح به طبقا ودي نقطه مهمه لتعليمات الاتحاد الدولي لكره القدم والاجراءات الاحترازيه المشدده. حتى في اتجاهنا للملعب لما رحنا اول مران امبارح بالنسبه للنادي الاهلي كان يعني كمجموعه بتتحرك مع بعضها، ما حدش حتى بيبقى معاهم، هم مؤمنين بشكل كويس جدا لغايه لما توصل الملعب، بمجرد ما تدخل المنطقه الخاصه بالملعب الاستضافه اولى تدريبات النادي الاهلي ما ينفعش تخرج من المنطقه دي غير على الفندق على طول مباشره، يعني في زي سور كده ما ينفعش ان انت تتخطاه اصلا، لو انت تخطيت السور ده تبقى يعني في بقى عزل وفي اجراءات طبيه هتتاخد بشكل مختلف. فبالتالي خليني اقول لك ان الاجراءات كلها هنا اجراءات جيده ومشدده على البعثه حفاظا طبعا على صحه اللاعبين والبعثه ككل، وطبعا قبل انطلاق اولى مباريات النادي الاهلي في هذه البطوله اللي بكل تاكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي فيها ان هو يحقق باذن الله نتائج جيده. لو في اي استفسار انا معاك، اتفضل. طبعا يا امير انا حابه كمان اروح معاك تطمنا عن زي ما كنت بقول لك محمد هاني وليد سليمان وسياده العميد مرجان، برضو حابين كده نعرف ان شاء الله امتى المسحه الثانيه هتكون، يعني خلال قد ايه؟ اتفضل. العميد محمد مرجان المسحه الثانيه بتاعته هتكون خلال 48 ساعه من دلوقتي، يعمل مسحه جديده ان شاء الله نتيجتها تطلع بعديها بساعات، يا رب النتيجه تطلع سلبيه
ده بالنسبه للعميد محمد مرجان. لكن خليني اقول لحضراتكم كمان ان هو يعني صحته جيده جدا ومفيش اي اعراض عليه اطلاقا، فان شاء الله باذن الله خير بالنسبه له. لكن فيما يتعلق بمحمد هاني وحسين الشحات والاصابات اللي في صفوف النادي الاهلي، خليني ابشر كل جماهير النادي الاهلي ان الاثنين لعيبه. ابتدي بمحمد هاني. محمد هاني زي ما احنا عارفين ان هو كان جاله زي شد خفيف في العضله الخلفيه في مباراه بيراميدز الاخيره، لكن الاصابه بالنسبه له خفيفه مفيش اي مشكله. امبارح كان في اختبار طبي لمحمد هاني، نجح في هذا الاختبار ويعني اجرى بعض التدريبات الاستشفائيه الخاصه به، ما حسش ببعض الام اطلاقا في العضله الخلفيه، فبالتالي نسب لحقه بالمباراه هتكون بتزيد مع الوقت، وخصوصا بعد ما نشوف كمان مران اليوم الامور بالنسبه له هتبقى ماشيه ازاي. لكن على اقل تقدير محمد هاني هيكون متواجد على دكه البدلاء في مباراه الدحيل القطري ان لم يشارك اساسيا. ده هيتضح على مدار التدريبات القادمة وما قبل مباراة الدحيل، لكن الأمور مبشرة جدا بالنسبة لمحمد هاني. طيب فيما يتعلق بحسين الشحات، حسين الشحات كان في مران للنادي الأهلي قبل السفر يوم الجمعة، اللاعب برضو حس بعض الإجهاد في العضلة الخلفية فبالتالي ما شاركش في المران ده، فاستمرت عدم مشاركته في مران الأمس وهو أول مران للنادي الأهلي هنا في الدوحة، فالامور بالنسبه له برضو مطمئنه يعني بنسبه كبيره. يوم الثلاث بعد بكره حسين الشحات ينضم للتدريبات بشكل طبيعي جدا، وده اللي اتاكدنا منه من خلال طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الطبي في النادي الاهلي. فبرضو حاله حسين الشحات مش مقلقه قوي، ونسب برضو لحقه بمباراه الدحيل مش قليله، يقدر باذن الله يلحق هذه المباراه. واحنا يهمنا ان اكبر قدر ممكن من اللاعبين يكونوا متاحين بالنسبه للجهاز الفني في اولى مباريات كاس العالم، وهي بطوله اكيد مهمه وتتويج للنادي الاهلي المشاركه فيها في حد ذاته، ده امر جيد بعد الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. لكن خليني اقول لك بقى الامر المبشر جدا والجيد وهو فيما يتعلق بجونيور اجاي. جونيور اجاي بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا بعد ما شفي تماما من الاصابه، وكان شارك في بعض التدريبات في القاهرة، لكن امبارح أدى تدريب مميز جدا يعني مما يدل على الجاهزية الكبيرة عند جونيور أجاييه، وأكيد هيكون دافع قوي وجيد بالنسبة لمستر بيتسو موسيماني في مباراة الدحيل لو هو احتاج له فنيا يعني، فهننتظر وهنشوف أكيد. رائع جدا. على كل حال يا امير، احنا بنتمنى اكيد التوفيق، وان شاء الله كده يعني فتره الفقاعه الطبيه تعدي على خير، وان شاء الله كمان النصر يكون للاهلي مباراه هتكون قويه جدا باذن الله يوم الخميس، واكيد احنا متابعين معاك على مدار اليوم وعلى مدار الايام اللي جايه كمان على قناه الاهلي. شكرا زميلنا العزيز امير، شكرا ليك.